بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام ربي في اللون. كون جاء ربي ذا ذروم يبعد في اللون لهموم. أكون يفكى ربي السر ذي السر. يرنو يون ثلاثة نسر. أكون يصر ربي صراغة ما يدون ثم ذي لخرف. ذي جعل ربي ثم ديث نون ثم ديث النغ ثم ديث ثسع ديث. الشيخ محمد الفلاسي عفو ربي ناس ولاش تصبحي ثور نسعي ثم ديث بدي شرقي طيج الصباح يشرقد سيمي الحواس سيمي يتضوي ثفاثيس أتجهد أكثر مع الوقت سيمي يلحو الوقت أدي يوض الزوال أدي يوض أدي يوغال أدي غرف يطيج أدي غري يطيج والله يث مثلا الموثاقي يغي تراجونياك ونظري من المدرزو إلى قسن حزف مليح إغدينا ربي ذي القرآن سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تذر في تسمز واروث نلذ ولاش هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نلذ ولاش إخلق غض ربي من العدم أوجدنا من العدم نسدر الدنيث تذر فقل غنسيذير أم بعد دست أذي غرفية طيج ولكل أجل كتاب ولكن سيدي ربي زوار ديال الموت قبل الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإذا ولم زوار كان ماذا سنت النغ الموضوع النغاية مثلا أثي دناوي في تصرفقة التزكية أي غرف تصرفقة لن تسبث طعس شرب بوسان أدير زفلانة رمضان مرحبا يسلع سلمس ورمضان فرصة إضافية لنا يفكي ربي لوكازيو أن يدير والله أعلم تزرام الحياة فرص وينو يفكي ربي توزيل العمر وزيف العمر يلحقي في رمضان ما السادس خطر يرنا قروايض وقال يموثن اللي ندي يسقوس عند الموثن وزامن يذنا سقوس وتزومنا لا يذنا ولكو إذا ونحصي وانا خطر الموث ثلامي ما سمزور رمضان ثلامي ثلامس رمضان ثلام ثقر رمضان ثلامس العيد ولكن وين يفكر ربي توزيل العمر يحضر رمضان معنى فرصة إضافية للعمل الصالح دايما إفكاس ربي تغزي العمر أذير نوع أذير بحقور رمضان ربي مدينا في سورة البقرة الآية 185 فمن شهد منكم الشهر فليصمه وين الشاهد للشهر فليصمه أفيوزون طبعا شروط الصيام يتحصن مرة أي غير دني غير ولا باش وقي عامل أي غير أسنت لاقين نتصرف كاع التزكية زوال كنفقين الحرمة رمضان أخن فارس ورمضان ذيني غدينا ربي لعلكم تتقون الآية 183 من سورة البقرة تفوك كان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يلا ثم السبان يظن أن الإسلام يبنى في تركيزين سي تركيزين الإسلام ذو طرفقة تركيز تمزول في الإيمان إلى قناة من ربي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلى الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله الآية 256 من سورة البقرة تسد بعد آية الكرسي آية الكرسي 255 الله لا إله إلا هو الحي القيوم
هذه آية الكرسي مثفك هذه آية الكرسي أدس الآية 256 عند دين ربي سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك يطفد قمر السلاح فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها من بعد الله ولي الذين آمنوا أما السعد المؤمنين ربي وثني تسجارا ضاعا إفكيسن الولايينس إفكيسن النصرة إفكيسن التأييد إفكيسن الثبات على بالكم أخوتي أعظم نعمة أسير الدين سلم إذا ثرني ضاس ذي المؤمن أما سعدي غير كان القرآن أشحال يدي وعظ ربي المؤمنين وعود الله تتحقق ربي أذي وفيس الوعديس أنت دو في ذي وعديك ربو تسقوا ذراك نغي وعديك في خطر نكوني جارنا إزمر يولا ذي وعد وايض أذي يتسو أذي يغفل ويزميرانا ممكن نقار إن شاء الله إلا قدين إن شاء الله المليلة زكاة الساعة كذا دوكم كان الفلاني ما في غربي إلا قدين إن شاء الله بالك وتسيلي غارك شيني بالك وتسيلي غارك كيني ولا من لنكيني كم كاني ولا شيء ثوثي الزنزلة نغلا غسلت ذي زمان لكن زرى العجب أمكاني قل قندر مليل ولا شيء صفي لا نملك الإنسان ولا الزمان ولا المكان لازم من الأدب أدنيني ما يفغى ربي يريد إن شاء الله أكا أدنيني إن شاء الله ثوري ثمثن مدينة مسألة الإيمان مسألة ذلساس تسقي ذلساس لذلك ربي سبحانه شدينا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى آخره وإذا غل المؤمنين إف كيس إن نظن سني قال أكون ثبثا أكون فكر الثبات خطر الدنيا ذات وعار الدنيا سعى السيربريز سعى المحنث الابتلاءات ثيروفا ورعني الخمذي السولة الهلكات كل شيء إلا إلى عنيث والمولاش مغيث بثارة سيدي ربا مش هران كمل آمي إني سيدي كان آمي شو الكوراج سيدي نقاذ الدنيا ثاقي ثوار لذلك ربي سبحانه أدي قارو تساقوا الثارة أكون جربا أكون جربا سوين ذغيغ ماشي سوين تبغام يا خي كيف الآية سورة البقرة أنقيم ذيكس دائرة سورة البقرة اسميس سورة التخلية والتحلية أشو المعنى إيس التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل أين لن ذيريث أغتكس أين لن يلها أغثر شدر ورس زريعة يكل بذور تزرعا في سورة البقرة عجب يكل قرآن كامل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سورة الإسراء الآية في السعى أدوغل سورة البقرة الآية 155 الآية 156 رب غدي قار شوف شحال الآية في قعدانة 154 آية ربي يهضر في كل شيء من بعد يروح هذا الغور ياكو دي قار ولنبلونكم هذا غدي تهكي سيدي ربي يا خاتيا اسمي زيك الشتوى ثوار زيك مثل ثوار الشتوى ولاش والو لاش تيرسيتي ولاش الغاز ولاش طومبيلات ولاش والو والو اتصفض مغارت سمغارت اتهكيني الشتوى اتهكيني صغارا الزيت اوذي العثيق كلشي هذي هكي كلشي الا يوجد اخوفي ماشي اصاشي يا حكا زيت اخوفي اخوفي يرذن ثمزين ما يقيم وذفر شهرين زمر ناس لكن نهجايا سي الشتوى نهجايا سي الشتوى فوري يرتشي وين تروح تريسيتي انا كوفري سا بولونجي يكفى وغرو ما
معليش شتي بارونتيز تمشطوط كان باش سويانا القيمه نتا مغارين الزيك ثمغارت الزيك وثغرارة ماناجمنت وثغرارة علم التسيير لا جيستيون وثغرارة ثذمسة ليكونوم ثغرارة ثربت الدونيس ثربت الدونيس ثمغار يروح الغابة ارتزقي بودي صغارا يتشور وفراي صغارا سمحتي شوية لا نوستالجيا تجبد شوية غير الفير اسيدي ثم ديثة الزيني الكانون الريف الكانون ايه الريف الكانون ذا شو يخدم الكانون صرف قا الفهمة الحذاقة أثق ذيليف أثم شوها الصواب الميزان كل شثان الريف الكانون ايه لا كومينيكاسيون ترى هضر لا كومينيكاسيون زيك الريف الكانون سي نورمال ام غار دي هضر مشطوحه مشطوحه دي هضر مغار موالا اي ثورة ودني غير على التكنولوجي ديري تتقرا لي فالور اند لاند نبغي كدنيني بلي لي فالور الا كنت في ديك السنتايا ماشي المعنى يا ساكيني روح تغزر الكانون وان كان ثورة لا نوكادي ساعة الكانون ثورة ساعة الشوفاج ساعة كاين ربي نورمال اي لي فالور اند لاند سي بور سا يسادو السنتلاكي عنوان التزكية تيجي كلها مقدمات والموضوع ديالي اللي مركز خفيف ان شاء الله اي غير دنيا ولاقي هي ثوا شولت ايه ثوا شولت الريف الكانون هما الا هم الا كل شيء ثان دين اذي يحفظ وقشيش ام شرا يهضر ام شرا يرفض في مغار اذي يرفض لي فالور ذاكي قرن ام غار السوال الى مزيد سغوال امر كانت يتناول يكفى وول طيب امغار السوال ما دني غمغار ثمغار صافي ثمغار ثني امغار السم الشغل يسا راح يبودي صغارا يزدمد يزدمد الثغيول نغف الزايله غير خير الربح افري تشور دي صغارا ثمغار ثني تخدم العفيق اخو فيني تشور دي رذن في مزين وذي الزيت القشبيلو يتزير تماتي دي ثقرعت من بلاستيك تديني خير هكا باش تشوفهم الزيت يتقرعت من بلاستيك يرنا يطيج من بعد تشزيتني والي ماني ابر الهلاكات زرا ماشو غير ضران النهود فزمر النغ اسمي غير عرق وفريد خطر عرقنا غير فردانه نكونوا السياسره نزرع الامل ولكن لا بد أن ننبه إلى مواطن الخلل عندنا نظن نظن عندنا نجهد نجهد هي هاد سنتو ترى كل مسنون دي موند السوال نسقرن وغالثر تجديث وغال كل شيء ناتوريال كل شيء ناتوريال بيو السوال ناكو بيو بيو هل ميتورا هل ميتفغن لي كونسير نغال عرق نتاغ يون طريفي ناك دي سبيطر نو غانا نستقساي ذان وال كونسير ديك الساعه شغل كونسير دي كونسير وراني خم دي السوله بس ندي فكا ربي شفا يفكا ربي شفا يموت مره اما ديك خمنا ما دي سبيطرات هنا شنو غانا نستقساي ذا شو الكونسير اسكو وين يذمن اسكو اسكو شغل كونسير وين وين يوض وبيان سور لو بريمي فاكتور السبه ثم قرات ذل قوث أو رجيم تشينو ننتي ذي زيكسبير يمكنني صوت خفيد ربي دينان ولا ينبئك مثل خبير إيه ولا مزاج شو غير روحان صافي ثم غارث قد ولا غير مضغورس ثم غارث مثل غير لا جيستيون ولا مانجمنت ولا ورتساقوا ذارع أدير زوين فقي ذي الشتوى ذا ذفل ذي ثفسان غد قوني قغران غد قواضيين غد صدقان غد ذي ثواسيف غد دين غد عين الحمام غد يتير وردا شتوى تنزيك وعريف اكتنا يا مغارور تساقوال يلا الخير لا كومباريزون كل يوم تخدم واحد تبان خاطر ما يطيش لا عاد مشتي غير ونواس 2012 ملي دير لي شتوى غدفل وكذا ثقيل تروح تريسيتي كوفرين الغاشيسا بولونجي
دوكاس الخليج شفي غمسة كوفرين بعد فافو بلونجريني لا بلونجريني نسيت مثلا كل يوم ديوي دو باغيت غاشي كوفرين يقيمة كشوينة كان الخوا كل يوم يوث مفهوم هذا وضعني ونصور خطر من الفغداء وكل نزل فهمي الفهم ما انتهى الدنيا ثمانية غي جرب أربعة غي جرب أربعة هذا غلق الآية 155 من سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أمس فهم؟ إلا نغس السبب نظن إن حواج الترب قال هذا شوت أنه ذي الزمان أجنغ لي فالور توهزنت مليح زيش أن وقت حرافن في لي فالور في التصرف في القيم أطاس ثلاث وشوت الريف الكانون سمشاهو سكادا سلحذاقني التصرف قاني إلى آخره نمس فهم لا سيلول فاميليال ثا وشوت وسقية تشيوين هيئة الأمم المتحدة تخدم دي كونغري ونيفو انترناسيونال استقار الى قد سجمم ثواشوت فكدي مسنون لي سوسيولوج لي بسيكولوج لي الى اخره فذان دي كوبنهاغن المكسيك نيويورك بكين القاهره زمره كنت نفكر مئات المؤتمرات نجمعا ولا غن يعرقاسن كومون بروتيجي لا فامي كنت فاكر كان مذيا ان اكزومبل ذي بكين 1995 ذي القاهره قبل سكواس مؤتمرات اسمه مؤتمرات السكان والتنميه نغ مؤتمرات المراه هكا لان زوج شعارات في القرانين مؤتمرات المراه ضرون كل 10 سنين 18 مؤتمرات السكان والتنمية كل 5 سنين هكا باش نشوفوا ذي القاهرة النجمة عند 160 دولة إكسا الممثلين دي 1994 حضرت 1200 منظمة غير حكومية حضرن ارنوياس لي زيكسبير مسنون لي سوسيولوج وكذا عهضة كنص ربي ذي المؤتمرات هكي غادي نتقيون بمغار غير تنتمغار في كوزرار اك دفكي وبوال غلفنا كل مؤتمرات هاك تقار بالشفافيه كل شيء ثاني لا حيدي يعرقاسن وكي من ولا الشرعي تاع الخير ارباح ضرب ديننا انت واش تاكي الى قص طرفكا سوره النساء الايه 21 وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عقد الزواج ربي سماياس الميثاق يوضد في سورة الروم الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الحمل أكذ الرحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون شحال الآيات شحال الأحاديث من في صلى الله عليه وسلم يتسكن فوذ إثواشولت الزرع لي فالور ذي ثواشولت هذا اللغة الجديد ثقذيلي ثورة كده نهضر في الريف الكانون الريف الكانون يستحفظ صرف كاع الحذاقة السلاكيون بقشي شي ساعة 6 سنين ويضي ساعة 5 سنين شوفوا ثاسا وين يسعى 5 سنين يساوي إجماس يسعى 6 سنين ذادة زيزي كونسنتريت مليح في النقطة هذي حاجة مليحة بزاف أسيك دوسا لكن كون ينطفي في جدي وين كي غلفن ينس ذادة يغلفي كذي العمر ينس ذادة وذادة يقين غزيزي هاو ذي القدار لا يرى الشيء ذي المجتمع القدره كثير في اللوفان
سي الوالدين الريف الكانون داداك اسكوا سيجارسن في كل دي تبان رياس اسكوا سيجارسن نق 10 شهور يارسن داداك ميكر غير دنيا حتى مشاو تاكين دادا 5 سنين فرحان باش تفرحن باللي نسعى السير من سيسار نحن أمة لا تيأس نتألم نراجع أنفسنا عادي ماشي ذي العيب مع شو دغيوغا نورمال ربينا في سورة العمران سي الآية 137 روح المذ الآية 140 الميلة وند ديننا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله فوضنا مثل هي ميلة وند تخص عادي أذي رحمة ربي ثم زورة يسعد ثم قورة معنى دايما القرآن يزرع فينا الأمل إن يمسسكم قرح ذي ربي يسمس قرح قرح هكي ذي الإيكونومي يزبر أنش في إيثاء ذي الإيكونومي ذي تجارة ذي الفلاح ذي صرفقة ذي القراية ذي الانترنت توسد التكنولوجي هي سكوت نستخدم كني لاق جامي لن وجدت استخداما برافو سني بارك يا ربي ميلان وياض استخدمت سي وهدو لا تكنولوجي تلها معنى يير استخدم ادعي وذا يير استخدم الا تكنولوجي ذا هدو نفغاوين ري فنون اريت هدو اذي جفر اريت روزو اذي الزيزدي أوريس لغو هذا غادي فريق واحد صافي ذي ثقفايليث مثل شبدا داخل يرقص مطوث أشو دير أرقص سرقص مطوث سمدا حلل وناقش كيف واحد أرقص سرقص المعنى بوال سرقص تساوي دمان أرقص يتساوي الأرزاق مذا مطوث سمدا إلا قد حرز خميس إلا قد جمع رنو يسلم ثلوايو ثمتو في حرزم ثيف تيو وي حرزم مقل كان والي كان الخير في قلقي كسي دي فالور نحواجي ثمت ذيثو ذات النغ ذيثو شولت النغ صافي ما نغال سي الروج اي الروج ترزور كنز انسع ذيث شرعيث اسنرنو اي الروج انسع ذيث جدي ذيث قبيليث أنسلك بخير وعلى خير ثورة يوكسي قلقي السبث ألا غياوين أدنى هضر في تصرفقة ثورة أولي وانقالوا في تصرفقة ذا مزولوا ذا انقالوا تصرفقة تظرم باللي ربي سبحانه ميدي يشكر النبي صلى الله عليه وسلم يشكر في تصرفقة الإيمان ذا مزولوا الناد العبادة نعبد ربي تظلي ذا رمضان مرحبا يسلع سلاماس ذل عشور ذل حيجي ونزمرن وكذا وكذا ثلاث شرعيف أين يعني الحلال الحرام هذيك شميون السوق إلى قد يروح الشرعيف استرفقا هذي هضر ثيذت مث عرقا سيكوري السينارة هذي هضر ثيذت عادي يبوي طمو بينا ثافو ناس هذي يسيو لكيني أشحال ساومن كي ناسو يساومن نارا هضر كان ثيذت سقرا ساومني بالعيف ينس ويساو منارا سنتو لاتس مساو أمام ميدني الله يرفح الله يرفح هذه الشرعيف ما تقبيلي تشرعيف وكي خاص الإيجاب والقبول يفرى العقد تم بمبرم استقبيلي ثاين فرى السوق إنك الله يربح ولكن مثلا صفي ذا ثاقي تشرعيف ثم الربا هذا الحرام هذا الحرام ربنا في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا فأول تقيم على فيلوزوفي وقيل وليش وقيلة ذا الحرام يكفى أول صافي ذا شرعيث انت ذا غتقرز سير النغ وتقرز تيخلي النغ ثورة ما تصرفك ربي يشكر دنفيس تصرفك إنس وإنك لعلى خلق عظيم ما شاء الله لا ريفيرونس القدوة العليا دنفي صلى الله عليه وسلم وانت شوغ ديننا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
في صيغة حصرية يفكي يسازل قران الأخلاق يترفقا هدرنو يناد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث دي السفر الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273 يبدو سلسلة من الأحاديث منها الحديث مزوره رقم 270 يناد ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أشوك سعلك الميزان الزين الطرف قعلين الحديث وايض ذا شو دينا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أنو كحمل في صلى الله عليه وسلم غطاس أنو غيرني أرثمس الجنثي ونسعى صرف قعلين إناد أكمل المؤمن إيمانا أحاسنهم أخلاقا أنو ميكمل إن كمال الإيمان ونسعى صرف قعلين الميبض الخاتمة نمر الحديث رقم الحديث 273 إناد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ثقل الرواية الثانية ثم زواروث مكارم الأخلاق في سناث صالح الأخلاق أم بعد شوق دينا يرون إلى قد سعام صرف قيقي أما يتواشد أما ذي السوق أما ذي القذروم أما ذي الجامع أما ذي السفيطر أما ذي السداويث أما ذي ليكول زاد كان الشيخ أمشي لا فرحا ما لو عنقشيش يغرى يرني تورب يخي كان الشيخ أشو سفت المقشيش ممتاز علما وأدبا أي غرى درون الأدباقي ذي وليك سفرح الشيخ ولا ذي مولان إما إلا قشي الشيخ وسترفقا ميد ساول ديريكتور ناد ساول الشيخ ذا فاسا سيقاري إما سروح كميني قلت والله هاس الحاجة تقال له تقال غا شو يغرانا بنا ما نغد خاطر وقي منهج نبوي ما بالو أقوام إيه اسم حلالا أرقز سيقاري روح كميني ثم تسقى شي شاثني قابلا ذا الراويك براق الروح يمكن يعني يغدي تبهدايل للشيخ اشو غير صونا الدرجه هادي ايه الا وين الهان ماني غدا ولا قلت سايس غاره ونتسايسو السايس ان شاء الله معنى باش كان نزر شو تسوى ترفقا وقشو شاز كمريم غور مريس 50 سنه ادي دم البلتانينس اسي الحمد لله يشتريد الشيخ ممتاز نغ جيد نغ حسن علما وادبا في كل مما تخص القرايه ما تخص القرايه يسعى صرف قاع تحملا اتحمل لي مولا وتحمل الشيخ ماشي ما يبود القرايه بلا شحا صرف قاع والو سليمان عزم فلسي عفو ربي يقارن ثورة مفزاد القرايه ثرويه العقليه لكل فغا القرايه يفنون ماشي فينا يسهدون الدليل ربي دينا اقرا باسم ربك سدست فرز ربي ناد اقرا باسم ربك اك لو كان تقصد القرايه الايمان ها اشغل القرايه تخدم شغل وايض اقرا اشي دي تروي كلش يرنا سلي ديبلوميك ساعه والله مش على القرايه الى قال لونكادرمون للايمان اكو تصرف كاع أسجد شو ألم ذي ما الوسائل اللي التواصل الاجتماعي وكذا لكن قارس قبيلي يقنا الناس يلديني ميس كل شيء فرنت تزيكا وريت حزي برا يقنا الناس يلديني ميس هذه تفا بورتابل هذه تستيريا في الموند دونت ياك هذه هود ثواشولت هذه فضوير تسد ويثيرو هذه زرع الرذيله سوا شو ها يقيم سفوتايا يكسل لتاي لا ما يقاد ربي جمد يخدم ثاكي ربي نبي عصا تنسامة شو دينا اتق الله حيثما كنت حيثما زمكانية أقاد ربي اندث الليض اندث الليض أقاد ربي أما ذي قواسة ما ذي قياضة ما وحد كما هي الغشي أما ذي ثمورث أما فراني ثمورث اندث الليض بعد شو دينا ما تغلظ وأتبع السيئات الحسنة تمحوها أكيد يا ربي أتمحو الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات الآية
يتقبيليث ربي يعفو يغفر يوين يشضل يوخر يثير الحديث شو دينا وخالق الناس بخلق حسن ها يروح اللي يتصرف قالني ولا ما يثمثن شو تسوى تصرف قا تصرف قا يقين ذي القيم القيم قين أنوث تزرعا أكن من لنسى على المسؤولية ثوشولت تسعى المسؤولية أتزرع لفالور القيم وتخدم الإطار والروس أين مزمرا خطر الزمرة دينيون إن كيني يكت مطوثي وكت ذاذا ذيما يمغى نخدم تزمرة الله غالب الله غالب نفهميك وتساقوا ذرا خطر أين تهدون يلا يرني وعر بلا كتفنو ما كن مثلا الجمع يفنو ثواشوت لا كل يونس يا ذاكي لك ديش قاع ميساج لك بورتاب لك دي تروين بيك نغير ليك نغمي نغير ليك أديستانس ولا ما مكتو عر يلا المسؤولية ثم زورة نتواشوت الأسرة في السناث ذي الجامع الجامع ذي اسمي سيدا وليس الجامع يجمع يجمعوا لي في الطو ذي الجامع ثموسني قرايا صرفقا الحداقة الجامع الشغليس والحمد لله ثمور ثنغ ستشور ذي الجوامع الخير المح ذي نصفرح في ثلاثة ذي كل المدرسة إذا غادي معوانا نيو نوري الزمير وحد سيدي فنو الدولي ثاقي في صرفعا رويس الإعلام الإعلام أما ذي جرنانا أما ذي الراديوات أما التلفزيوات أما غادي ثورة كل ساعة التلفزيون فوسيس ولي حواجارة يروح الزمن ينزي نواري بلون ينقل لي تسعة ثورة ساعة التلفزيون يريف اسميس أديني غاني قوذ فربي كان من قوذ ربي أن معوان أفوس ذي قفوس باش نخدم التصرف قاعد التزكية فزمر ثنا يرنا ما نخدم تزمر ثنا ربي غي يخدمين أمور نزمير ربي غي كلفة لك نزمر ثنا إناد لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع ذا شو أفوس دقفوس تاعكم في الزينة تفسوس وربينات وتعاونوا على البر والتقوى في سورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كمل يتلو عليهم آياته كمل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يهضرت في التعليم يهضرت في التزكية أكيد حون القراية تزكية القراية صرفقة العلم ينصرف إلى الرؤوس التزكية تنصرف إلى النفوس ألا أذي عمر تمسني فنفسيث إلى قد تعمر ذي القيم تصرفقة علي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد شغلوا كثندق أبري قد أداة التحقيق ذي الإعراب جاء بعدها في الماض قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهنا الامتحان ذاقي أنتو امتحنك أكن من الله ذا شو نكون يهار نغيث مثلا غاستي كوال متوحش طر ما تواليض الحالة مشي ثلا أغديش من الوحش ورزي مضرش توحيش لا معنى نكون وضع القرآن القرآن يزرع ذي نغسير الأمل سيدنا يعقوب يوسف يروح يكمل جماس يراتيم الطاون حتى ما شاوت السنتياك وريو يسارة يطف بالصبر ذي الآية 18 من سورة يوسف أكيد ناربي إنس فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر ده حبيب من ربي الآية 18 ذي الآية 83 ذي الصورة
إناس فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بعد الصبر يأتي الأمل. شاعر الناد: أعلل النفس بالأمل أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. السيرم أم بعد شو يخدم يعقوب ويسارع يجمع دراويس وياض إن يسايا الراويو أكون وصير روح ثاتنا ذي ما تقلب ما في يسوك ذي جماس إضمع ذي ربي أسدير الراويس أمشي سنيننا نيسو تسيستر سير رحمة ربي. سبحان الله. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحم الله من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذا شو ذا الدرس هذا نجبد سلاياكي أن صبر ولا قال نجلياس هذه الزدغ لون النغ وانت سيسارة أن خدم تزمر في النغ أم فلاح إزرعيتي كرزيت ماشي ذا فلاح يدي السمغين النعمة ماشي ذا فلاح يدي السغلين الهوى سيدي ربي في كالامر يجني أرسن دوامان يسرح دوامان في كالامر يوكال إلى السمغيد أمغيد النعمة يرذن في مزين الخير أربح أم بعد ذا أفلحني ورقي ملكة خاطي يغال سكانني يخدم ثافنتا يطفى مهر يروح يمهر النعمة يبويتي دار ثغرغار ثنغسان نار يسروث ثروث يمي ثروث ذا شو يخدميك ثروث يسازدي يميك الزازدي يسوفغ العشور نسيدي يا ربي كيخدمني فلاح نزي والله العظيم يثم القراية تخوص مي لا كونيكسيون كذا ربي تجهد النعمة جامة تكشم داخل البخام الحقنا ربي قاص الحق ربي الحقو يجي الليل العشور في شكارين النين العشور ذينا نروح عند سي مغفال ربي في صورة المعارج الآية 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أدي جمع النعمة ينس أدي ظل عيشة الخير الرباح ما شاء الله ذا نكوني أنا خدم كرم وفلاح أن زرع ونرجو ربي ونتسيسر سر رحمة ربي أن مع ونفس دكفوس ساعكم في الزينة سيفسوس من فغان في الدل أرباغي عيون نسيد هنان في الآية الراعدة تسد في صورة الرعد الرعدة ليث 11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فنفك ربي السر ذي سر ثلاثة السر إموضان أثني شفو ربي أما ذي خامنة نسبة طراث إغريف أثني حرز ربي إلمزين أثني جعل ربي ذي ثرا إن شاء الله فنوك المثل لما كون جعل ربي ذا ذلوم إفعل في الله ونهموم أين تفغام يقضى أين تقادم يقضى أغو في قربة غيف كربي ثغزيل عمر نوزوم أقول رمضان أثنوزوم شهر ذي السر ذي لسر أنفرس رمضان ذي الطاعات والقربات آمين آمين والحمد لله رب العالمين.